بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نديروا التصحيح ديال التمرين 11 230 238 اللي يتعلق بالدرس ديال الزوايا المكونه من توازين وقاطع. اذا عندنا ا بي سي مثلث ودي مستقيم يوازي مستقيم بي سي. اولا نبين بان الزاويه ا سي بي، اذا الزاويه ا سي بي كتساوي الزاويه ا واحد، يعني كتساوي هذه الزاويه. اذا المطلوب نبين بان هذه الزاويه وهاد الزاوية متقايسين. ثم السؤال الموالي بين بأن الزاوية أي اثنان، يعني هاد الزاوية مع الزاوية أ بي سي متقايسين. إذا هنا باش نبينو هاد الزاوية كتقايس هاد الزاوية، يكفي نستعملو الخاصية ديال الزاويتان ديال الزوايا مكونة من متوازيين وقاطع. إذا عندنا مستقيم دي فهو كيوازي مستقيم بي سي. إذا إلا طولنا المستقيم بي سي، إذا إلا خدينا المستقيم دي فهو كيوازي مستقيم بي سي، وإلا خدينا الزاوية بي أ سي والزاوية أ واحد فهما زاويتان متبادلتان، إذا غيكونو متقايسين. إذا القاطع في هاد الحالة هو المستقيم أ سي، إذا خصك ترد ليه البال هو القاطع، وبالتالي هاد الزاوية وهاد الزاوية فهما متقايسين. إذا سؤال واحد، إذا واحد لنبين أن أ واحد زاوية أ واحد كتساوي الزاوية أ سي بي. إذن لدينا دي و بي سي مستقيمان متوازيان، والمستقيم أ سي قاطع لهما. إذن وبما أن الزاويتان أ واحد والزاوية ACB زاويتان متبادلتان داخليا، فإن الزاوية A1 كتقايس الزاوية ACB. ثم لنبين أن الزاوية A2، إذا بنفس الطريقة كتساوي الزاوية ABC. إذا شنو عندنا؟ عندنا مستقيم D كيوازي المستقيم BC، والقاطع في هذه الحالة فهو المستقيم AB، لأنه هو القاطع. إذن كيشكل لي الزاوية A2 وكيشكل لي الزاوية ABC، وهذه الزاويتان فهما زاويتان متبادلتان داخلين، إذن في التالي فهما متقايستان. إذا بنفس الطريقة لدينا مستقيم D يوازي مستقيم BC، والمستقيم AB قاطع لهما. بما أن الزاويتان A2 والزاوية ABC زاويتان متبادلتان داخليا، فإن الزاوية A2 كتقايس الزاوية ABC. ثم السؤال 3، استنتج أن الزاوية ABC زائد الزاوية ACB زائد الزاوية BAC يساوي 180 درجة. إذا هنا استنتاج، إذا السؤال الثاني استنتاج أن الزاوية ABC زائد الزاوية ACB زائد الزاوية BAC كتساوي 180 درجة. إذا باش نبينوها بأنها كتساوي 180 درجة، إذا إلا خدينا هاد الزاوية فهي زاوية مستقيمية، إذا الزاوية هي زاوية مستقيمية. هي كتكون من الزاوية A2 زائد الزاوية BAC زائد الزاوية A1، بمعنى الزاوية A2 كتساوي الزاوية ABC، والزاوية A1 كتساوي الزاوية ACB. إذا هاد الزاوية زائد هادي زائد هادي كتساوي 180 درجة. وإلا كانت كتساوي 180 درجة، عندنا الخاصية اللي كتذكرنا بها، هي الخاصية ديال مجموع قياسات زوايا مثلث كتساوي 180 درجة. إذا لدينا لدينا الزاوية A2 زائد الزاوية BAC زائد الزاوية A1 فهما فهي زاوية مستقيمية، والمجموع ديال الزاوية المستقيمة كيساوي 180 درجة. بما أن A2 كتساوي الزاوية ABC زائد BAC زائد A1 اللي هي ACB كتساوي 180 درجة، وهذه الخاصية
تذكرنا بخاصية مجموع قياسات زوايا مثلث، مجموع قياسات زوايا مثلث اللي كيساوي 180 درجة. الخط الصحيح ديال التمرين 14.239. إذا أنشئ مثلثا بحيث أ بي سي كتساوي 50 درجة والزاوية بي أ سي كتساوي 65 درجة. لتكن إم نقطة من القطعة بي سي، أنشئ نقطة، أولا أنشئ نقطة إن من القطعة سي بحيث الزاوية سي إم إن كتساوي 50 درجة. السؤال الثاني، بين أن مستقيم إم إن يوازي مستقيم أ بي. سؤال ثلاثة، أحسب قياسات زوايا مثلث ام ان سي. إذا أول حاجة غادي نرسم واحد الزاوية، أ للقياس ديالها هو القياس ديالها مثلا هو 65 درجة. إذا غادي نرسم، كانت عندي النقطة أ، إذا غادي ننشأ الزاوية القياس ديالها هو 65 درجة اللي هي الزاوية أ. إذا نضع المقدار، إذا صفر، إذا عندنا صفر، 10، 20، 30، 40، 50، 60، إذا 65 درجة. إذا هي هذه، إذا القياس ديال هذه الزاوية فهو كيساوي 65 درجة. ثم عندنا الزاوية بي القياس ديالها شحال هو 50 درجة. مثلا النقطة بي هنا، إذا غادي نشاهد الزاوية بحيث القياس ديالها هو 50 درجة. إذا عندنا صفر، 10، 20، 30، 40، هنا 50 درجة. ثم من بعد غادي نرسمو هاد الزاوية، وفين غير النقطة فين غيتقاطعو لينا هاد جوج ديال هاد لايت، هنا النقطة سي، وبعدها نكون رسمنا المثلث أ بي سي. إذا هنا عندنا النقطة سي، هنا إلا خدينا هاد الزاوية فهي القياس ديالها 50 درجة. ثم السؤال اللي عندنا، عفوا قبل السؤال، عندنا إم نقطة من القطعة بي سي. إذا أي نقطة خديناها على القطعة بي سي فهي تنتمي من النقطة بي سي. مثلا ناخدو النقطة إم، هنا السؤال الأول، أنشئ النقطة إن من قطعة سي، ترسم القطعة سي، ولكن إلا خدينا الزاوية سي إم إن ستساوي 50 درجة. بما أن عندنا الضلع الأول في الزاوية سي إم، إذا يكفي نرسمو الزاوية القياس ديالها 50 درجة. إذا غادي نجيو لهاد نرأى النقطة إم، ننشئو واحد الزاوية القياس ديالها هو 50، والضلع فهو الضلع سي إم، إذا هذا هو الضلع. إذا صفر، 10، 20، 30، 40، 50، إذا هنا عندنا 50 درجة. والنقطة فين الضلع اللي غيتقاطع علينا مع أسي غيعطينا النقطة سي. إذا هنا عندنا النقطة سي. إذا هنا عندنا الزاوية، وهنا عندنا النقطة إن، عفوا، إذا هنا عندنا النقطة إن، وهاد الزاوية فهو القياس ديالها 50 درجة. إذا هذا هو الشكل اللي عندنا. السؤال الثاني، بين أن المستقيم إم إن والمستقيم أ بي متوازيان. باش نبينهم، إذا نحاولو نطولو شوية، إذا نبينو بأن المستقيم إم إن والمستقيم بي سي أ بي متوازيان، هنا يكفي نستعملو الخاصية ديال الزاويتان متبادلتان او لا متقيستان متناظرتان متقيسين. اذا الا خدينا هذه الزاويه وهذه الزاويه فهما زاويتان متناظرتان، اذا عندنا مستقيم ا بي ومستقيم ام ان مختلفين، القاطع في هذه الحاله فهو القاطع بي سي، عفوا، اذا هذا هو القاطع. بما ان هذه الزاويه وهذه الزاويه زاويتان متناظرتان ومتقيسين، وبالتالي مستقيم ام ان ومستقيم ا بي فهما غيكونوا متوازيان. السؤال الثاني، لنبين أن مستقيم AB يوازي مستقيم MN. إذا شنو عندنا؟ لدينا MN ومستقيم AB مستقيمان مختلفان، ومستقيم BC قاطع لهما. يعني بما أن الزاويتان AB
سي، اذا الزاويه ا بي سي ولا ا بي ان بحال بحال، اذا ا بي ام والزاويه ام ان سي ان ام سي زاويتان متناظرتان متقايستان يعني متساويين، هذه فيها 50 وهذه فيها 50، فإن المستقيم AB يوازي المستقيم MN. ثم السؤال 3، احسب قياسات زوايا المثلث MNC، هذه الزاوية فيها 50 درجة محسوبة عندنا. السؤال 3 لنحسب قياسات زوايا مثلث أو المثلث MNC. إذن شنو عندنا؟ لدينا الزاوية ان ام سي او لا سي ام ان كتساوي 50 درجة. ثم الى خدينا القياس ديال هذه الزاوية شنو غيكون؟ غيكون القياس ديالها هو 65 درجة، لان هذه الزاوية وهذه الزاوية فهما زاويتان متناظرتان. ومن بعد ما بينا بان المستقيم ام ان ومستقيم ا بي متوازيين، القاطع في هذه الحالة فهو المستقيم ا سي، اذا هذه الزاوية زاويتان متناظرتان. وقلنا كل زاويتان متناظرتان اذا كان المستقيمان متوازيان غيكون عندنا متقايستان، القاطع في هذه الحالة فهو المستقيم AC. إذن هنا لنحسب قياس الزاوية MNC، لدينا AB مستقيم AB يوازي المستقيم MN، إذن حسب السؤال الثاني اللي جاوبنا عليه، والمستقيم AC قاطع لهما. يعني بما أن زاويتان BAC يعني الزاوية BAC والزاوية MNC زاويتان متناظرتان، فإن الزاوية MNC تساوي الزاوية BAC تساوي 65 درجة. ثم بقات لنا الزاوية الموالية هنايا لنحسب الزاوية الأخيرة اللي هي MCN. لدينا MNC مثلث، هاد الزاوية القياس ديالها فهو 65 درجة، وعندنا مجموع قياس زوايا مثلث قلنا كيساوي 180، إذا المجموع ديال هاد الزاوية هو 180 ناقص هاد الزاوية ناقص هاد الزاوية. إذا لدينا MNC مثلث، ونعلم أن مجموع قياسات زوايا مثلث تساوي 180 درجة، إذن الزاوية MCN تساوي 180 درجة ناقص الزاوية CMN ناقص الزاوية MNC تساوي 180 درجة ناقص الزاوية CMN اللي هي 50 درجة ناقص الزاوية الأخرى اللي فيها 65 درجة. إذا مزيان، وهاد الزاوية فهي 55 درجة هي 130 درجة ناقص 65 درجة. إذا شحال غتساوي عندنا؟ إذا 130 ناقص 65 إلا حسبناها شنو غتعطينا؟ 130 ناقص 65، إذا 10 ناقص 5 هي 5، و 13 ناقص 7 هي 6، إذا كتساوي 65 درجة. وبالتالي إلا خدينا هاد الزاوية MCN فهي القياس ديالها 65 درجة، زيل هاد الزاوية فهو 65 درجة. وهذا كون سألنا التصحيح ديال التمرين، واللي عندي شي سؤال يمكن خلنا في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله.